علاه كنت تكون يكون اتصال مع البلد تاعك، تروح مثلا المنبسط تاعك تاع السعودية ولا تاع لاشين تقول لهم اي لا ليست تاع الشركات اللي جوزت مثلا تيست باش نولي انترن باش دير تربص تاعك. واش يقولوا لك؟ لان الانترنشيب هذه باطل. اوكي، كاين شركات وين يخلصوا لك القهوة تاعك ايتو، بصح في مخهم هما باطل. على هذا يجيبوا ناس جدد لسنة لسنتين باطل، ما يخدموا يتعلموا ايتو. دونك تبدا مثلا من الصفر، يعلموا لك كلش، من بعد تطلع ثم باش تتعلم ايتو. لاشين مثلا البلد الاول اللي يدير هكذا، يقول له مثلا يشوفوا لا ليست هذا كاع تاع مثلا سيدي بيرو تاع الغوفرنمون ولا تاع السياسه ولا تاع اي شيء، يشوفوا باللي حساس، يقول له انت يا روح لهذا، انت يا روح لهذا، انت يا، يقول له انا يا اللي نخلص لك الماكله تاعك ايتو. شوف الدوله اللي تعرف تنفيستي في بلادها، يقول انت يا روح للشركه هذه، انت يا روح للشركه هذه، وبعد انت يا عامين في الشركه هذه، راك خدام باطل في الشركه، بس هما يعطيوك دراهم هذيك البلدان. تتعلم واش يديروا ثم لي دوسي، يكون عندك تشوف حاجه انتريسون دير لها فوتوكوبي تبعثها ايتو. دونك اليوم لقاو لي بارتي بوليتيك هذا لي ديموكرات ايتو، واش لقاو اليوم؟ لقاو اكثر من 50 واحد صيني يخدم انديريكتومون للصين ومدفوع من الصين، او يخدم في دي بيرو هكذا ممثلين. مثلا واحد يخدم في الكونغرس، واحد يخدم في سيناتور، وكل واحد لقاو باللي 50 واحد، هذا في الاف بي اي اللي لقاو 50 واحد عندهم علاقة مباشرة، لأن يشوفوا باللي تكرار هذه الأشياء، أنت تخدم باطل بصح تمشي بطونوبيل شابة. دونك يديروا تحقيقات، يديروا تحقيقات وين يلقاو، يشوفوا باللي كاين اشياء. مي انا واش بغيت انايا؟ يكونوا سيدي جون سامبل بصح يخدموا للبلد تاعهم، سي با دي جيسبيون كاليفييتو، مي يخدم مثلا في لومباساد تاع روسيا، هو يخدم للصين، لان يفتحوا هكذا ابواب، يدير كذا انترنشيب. السعوديه مثلا والامارات واش راهم يديروا اليوم؟ هذوك الناس مثلا اللي خرجوا دي زيتيديون هنا في الماريكان سعوديين، كاين معاهد هذه تاع ماريكان اللي يديروا مثلا، يديروا ثينك تانك، يعني ما يديروا مجالس هكذا تفكير. اوكي، يدخلوا واحد ولا زوج في كل المعاهد هذو، ومن بعد لان المعاهد هذو لا ماجوريتي سي دي فونداسيون نون بروفيت، يعني ابيت نون لوكراتيف. واش يديروا؟ يقول لهم يا دخلوا لي الزوج هذا يخدموا معاكم انترن ولا خدامين ولا، وبعد هو يدير مثلا في لومباسا تاع السعوديه يعطيهم ان دوناسيون، يقول له 100 الف دولار ولا، وبعد يقول له يا خلي هذا الانسان لان اللي عطانا لا دوناسيون قالنا حكموه ايتو. ولا مثلا لان كاين شي ناس ما يقدرش يجيب العمل هذاك، ما يقدرش يجيب العمل ما من انترنشيب، يجوزوا لك مثلا هذيك باك جراوند تشيك، يشوفوا باللي انت ما راكش زايد هنايا ايتو، بصح بالقضايا هذه تاع دوناسيون ايتو تحت التحت يدخلوه. تلقى كاع هذوك المعاهد اللي كانت دير تقارير على الجزائر على المغرب، لان المغرب كانت في لاليست اول مره قبل ما دير تطبيعته، تونس على اليمن، يدخلوا هذو السعوديه والامارات اللي لقيت انايا اليوم، ما على باش ما يبي قطر. دونك واش يديروا؟ يهضروا على كاع البلدان، يجيبوا ناس من الجامعات واحد اخرين يديروا ثينك تانك يهضروا، بصح يضربوا فقط في بلدان معينه. دونك مثلا الامم المتحده كي كسر اي حاجه تقول لك انا مثلا هذه المعاهد هذه معروفه، التقارير اللي يخرجوا من المعاهد هذه نديها،
تلقى معاهد يضربوا في الجزائر، معاهد يضربوا في تونس، يضربوا في سوريا، يضربوا في اليمن، يضربوا في بلدان معينه، في فنزويلا ايتو. دونك بصح ما يضربوش في قطر، ما يضربوش في الامارات، ما يضربوش في السعوديه. علاه؟ اذكياء، ينفستيو دراهم اوليو نتايا تروح تخرج دراهم نامبورت كومون. دونك بالطريقه هذه تحمي بلادك. مثلا الجزائر مثلا ما على بالهاش مثلا كاع الناس اللي خرجت من الجيري. هناك اناس مثلا، هناك اناس وطنيين مامسي خرجوا من بلاديتو، بصح ما عنده الوطنيه مع بلاديتو. بصح الدوله الجزائريه واش ما تعرفش دير في ليترونجي باش دير اتصال مع هذوك الناس كاع، تروح تشوف اسكو عنده ان بروبليم فينونسيي، اسكو سحق الطوموبيل، اسكو سحق الباسبور، اسكو عنده مشاكل تاع الهيلث مثلا صحيتو. علاه دير هكذا؟ باش تعرف هي لي سيتوايان تاعها في البلاد هذيك كاع لي سيتوايان واش راهم يخدموا مثلا في الشركات، اسكو يخدموا في مناصب حساسه. لان مامشي يكون يخدم في منصب حساس مي عنده دي بروبليم فينونسيي، ما راهش عايش مليح، دونك الدوله هذه كي تلصق معاه يولي يقول له انديريكتومون، يجيب لها المعلومات، يخدم تما لصالح البلد هذا. يقول له قعد تما، ما يكونش عندك مشكل فينونسي، ما يكونش عندك مشكل تاع ترونسبور، العائله تاعك نتهلاو بها. علاه؟ باش هو يولي يرجع الجميل لبلاده انديريكتومون. اليك الصين واش راهي دير؟ تروح تشوف اناس اللي ما يسواوش كاع خرجوا ايتيديو يبداو يديروا اتصالات معاهم انديريكتومون. ما تشوفوش كاع، ما يعرفش لومباساد ايتو في الريستورون هكذا ياكلوا له السردين، يعطي له لا ميسيون تاعو، بعد خلاص ما يشوفوش كاع دراهم يدخلوا هو يخدم. مثلا الجزائر هذو لي زانستيتو عندي قائمه كد الشخط، مثلا هذيك تاع لاناد، لاناد ام فاتحين مثلا انترنشيب اليوم لان لاناد عندها تروا كاتيجوري، عندك ريبوبليكا ديموكرات وعندك لادمينستراسيون، فاتحين كاع انترنشيب. لو كان الجزائر مثلا مع اتصالات مع وزاره الخارجيه، مع اتصالات مع الاستخبارات الخارجيه، تشوف هكذا اماكن حساسه وين يقدر يضر بلادك، يضر بلادك. واش دير هذوك لي بوست هذوك؟ تشوف كيفاه تجيب واحد ترميه تما، توفر له كلش باش يكون ان بون كونديدا لهذاك الجوب هذاك، ومن بعد كي يخدم تما اي حاجه تصرع ضد الجزائر يجيبها لك. عايلك واش راهم دايرين السعوديه ولا الامارات؟ والامارات بيان سور عندهم دراهم يريكريتيو دي جون اللي كانوا خدامين في الغوفرنمون اي تو، يوليو سي دي زاجون تاعهم اللي يعرفوا باللي المستقبل تاع بلادك مستهدف، ماشي فقط اليوم. واش راه صار التطبيع هذا اللي صار اليوم؟ ما نبغيوش كاع نهضروا الحقيقه واش كاين. التطبيع الموجود اليوم في 2020 التطبيع تاعو بدا في 2011 2010. دونك نشوفوا واش صرا في 2020، نقولوا المغرب بدا يطبع من لا لا، التطبيع والهروله هذه بدات في 2010 و2009 و2008 ايتو. شويه شويه وصلوا الى 2010 2020، وصلوا الى هذا الحاجه هذه. دونك الدولة الجزائرية واش خصها؟ نقولوا مثلا هذا السيستم والدولة العميقة انتيليجونت، ولا مثلا الدياراس، ولا أناس كانوا في الدياراس. لأن اليوم هذوك الناس تعلموا طريقة تاع الكاجي بي القديمة ايتو. اليوم طرق جديدة باش تتعلم انتايا كيفاش تدخل، تتغلغل في الدول الاخرى وتتغلغل في بلادك. ايه كاين لي زومباساد، كاين لي كونسولا، كاين تولي تخلق وحده، شغل
يكون عندك مثلا دي زورغانيزم هكذا، بصح الوحده هذيك اللي مختصه في لي كونسولا لي زومباساد الشركات الاجنبيه دو تكون وحدها باش تمينيميزي خروج الانفورماسيون. اوكي، تخلق وحده معينه باش هذوك الناس كاع تشوف وين يخرجوا وين يدخلوا. خطر مثلا اون فاليز ديبلوماتيك تدخل مثلا، تدخل مثلا من الايروبور ما تقدرش توشيها، ما على بالكش واش فيها، مي انديريكتومون انديريكتومون يكون عندك دي زاجون تشوف واش كاين فيها، اللي يخدموا في لومباساد اللي يهضروا الناس تخرج الانفورماسيون. دونك هذا في البلاد، وبرا البلاد هاي كيف تحمي روحك، هاي كيف تحمي روحك، كل اتصال. انا كي شفت الصين ولا السعوديه ولا الامارات كيف راهم يديروا هنايا في امريكا، تخلع. دونك لانفورماسيون تجيه اول مره قبل ما يستعملها اي واحد. دونك انت تكون ثم، لان عينك يكونوا ام بو بارتو. ما تقدرش انت مثلا يكون عندك دي زاجون دي زوفيسيي تاع الاستخبارات في كل العالم هكذا، يكون واحد زوج ثلاثة عشرة بصح يعرف كيف يستعمل يوتيليزي لي سيفيل باش يجيبوا له لانفورماسيون. دونك بهذه الطريقة هذه، بهذه الطريقة هذه يكون المعاهد الجامعات. حنايا ما كاش اتصال، واحد مثلا ستان دكتور ديتا في جامعاته خلاص 35 سنة ما يكونش اي اتصال بين بين لومباساد وبين هذاك الدكتور دي تايتو، لان ممكن يجيب لك انفورماسيون تكون صالحه لك باش تعاونك في المستقبل. حنايا ما عندناش التفكير هذا. كما قالت لي وحده في لومباساد، واحد الخطره هذيك عندها مده كنت نهضر لها على واحد الحاجه، بدلاتني لا ديسكوسيون، شفت راهي عايشه في لورغوي، راهي تخلص 10,000 دولار، راهي في لومباساد دير ولا ما ديش. لا لا، لازم نحطو اناس يخدموا الخدمه تاعهم، يعرفوا كيف يسيروا، ماشي فقط نعمر انايا لي باسبور فقط، لانك تخرج من برا لومباساد عندك اون اوتر ميسيون، الجار تاعك واش يخدم، ترونسبور تاعك كي تسمع حاجه، وكي تمشي القهوه كي تسمع حاجه. علاه هذا اليوم، اليوم أشياء مهمة. قنصلية إسرائيل، قنصلية إسرائيل في أمريكا ولا لومباساد، لومباساد تاع إسرائيل راهي هنا، تطلع هكذا واحد 100 متر عندك لومباساد تاع المغرب في نفس الطريق هكذا. لقاو دي كيما نقولو دي ديفايس هكذا، محركات تاع سيدي زيميتور ولا اي شيء هكذا، شوط علبه عندها لونتين صغيره تو، شركه اسرائيليه راهي توضع هذه الاشياء هذه في دون دي سيدي بوتو هكذا، اعمده راهي تحط مثلا كي يشوفوا مكان باللي يقدر يجيبوا لانفورماسيون من ثم، يحطوا هذاك الديفايس هذا ثم، حتى وين لقاوه قدام البيت الابيض الامريكي. ايماجين شركات اسرائيليه حطوا هذاك الديفايس هذا في امريكا كله، يحطوا هكذا في دي سي مثلا، لان لومباساد تاع الجزائر منا، من موراها كاين الكونسولا تاع الجزائر، لو كان يشوفوا هكذا يديروا مثلا يسيركوليو هكذا برا لومباساد ولا برا القنصلة، يشوفوا اسكو كاين هذوك الاشياء هذه. يجيب لك ربي تاع الاضاءة، اوكي، بصح هي لا هي شركات اسرائيلية حطت هذه دوفون كاع لي زومباساد اللي تخافها. دونك الحرب القائمة ماشي فقط في البلاد والساتيليت ولا لا بارتو، وين عندك أي شيء
يكون مثلا جامعة في جامعة في فرنسا ممول من الشركة من الدولة الجزائرية، يدير له كاع التسلط عليه. دونك لأن كلش يشوفوا مثلا مكان مركز ثقافي يجتمع بزاف الغاشي تما، يدير لك تما يقول لك هنايا ممكن يكون أشياء، بصح انت لازم تكون أذكى منهم. كاين طرق، لان حنايا من بكري يقولوا مام هذاك تاع رأفت الهجان هذاك المصري هذاك كيفاه يديروا تصنت على اسرائيل، من هذيك الخطره رانا نخافوا الدوله الاسرائيليه هذه في التكنولوجي تاعها كيفاه تسيطر على لي ساتيليت، نشوفوا الافلام تو رانا خالعين واش تقدر دير. ما نقولوش باللي نقدروا نديروا نفس الشيء. دونك واش راهم يديروا لك لازم دير نتاعك، واش راهم يديروا لك. نشوفوا مثلا سفارات اجنب، سفارات جزائريه في ليترونجي راهي تجيب شركات اجنبيه، ما راهيش مثلا تشوف اسكو هناك جزائري يقدر يدير لها البلاطر ولا يدير لها لا ماسونري، ولا تجيب هذه قنصليات والسفارات الجزائرية تجيب دي زيترونجين يخدموا في السفارة تاعها. دونك شفناهم يديروا لا رينوفاسيون اي تو، مي ما يجيبوش جزائريين. ايماجين اسكو نتايا على بالك هذوك الناس اللي جاو واش داروا لك في الامباساد ولا في البيرو هذاك تاع الكونسول ولا اي في اي مكان. مثلا يقول لك مثلا يجي واحد يقول لك انا نخدم مثلا لا كليماتيزاسيون، ولا يجي واحد يقول لك انا تاع التليفونات نسقم مثلا البوطو هذا، يوضع لك حاجه ثم قدام لومباساد وتسمع كلش واش راه صاير كاع في لومباساد تسمع. دونك لازم اليوم الحذر ماشي فقط في البلاد، لان لانفورماسيون من لومباساد الجيريان باش تروح لا بريزيدونس، باش تروح لا بريزيدونس كيفاه تروح بالانترنت والتليفون والفاكس تو. دونك هما يحكمون كاع اي حاجه تخرج من لومباساد يشوفوها، ما من الكوري ما اي حاجه، اي حاجه تزغد يزغد معاك على بالو كلش. دونك نتايا لازم دير نفس الشيء. يا اخي الكريم انا وقفت هكذا واحد 200 متر على الامباصات تاع اسرائيل، واحد اول مره واحد باركيت واحد 200 ولا 150 متر على الامباصات تاع اسرائيل. ومن بعد جا واحد عندي قال لي ما تقدرش تباركي هنا، ايتو هي باين ما تقدرش تباركيتو، بصح باركيت تما. قال لي وقفت برا الطوموبيل راني نستنى، وبعد قال لي ما لازمش توقف هنا تو، وبعيد على الامباصات تاعو تاع اسرائيل. معليش هذيك الخطره قلت له لا راني نستنى البيرو هذا كيحل، لان كاين الامباصات تاع غانا، كاين الامباصات تاع اسرائيل تمشي شويه، كاين الامباصات تاع غانا تمشي شويه، كاين الامباصات تاع بنغلاديش، وكاين الامباصات تاع المغرب من الحيط هذا وين باركيت كاين لومباسات تاع لاشين. وبعد قلت له عندي واحد الحاجه هنايا ما على باش منين جا ديجا هو كاع، معليش استنيت هكذا استنيت هكذا، قضيت صوالحي وليت العشيه، بصح ما وليتش بالطونوبيل، قعد ديريكتومون في لومباسات تاعهم، هي في الكورنير في الطريق حتى وين جاو زوج. جاو زوج قالوا لي شفناك بالكاميرا راك تدور هنا تمشي، هي نمشي لومباساد هذيك تاع غانا ومن بعد هبط راني نستنى في الكورنير هذاك. من بعد قلت له واش تكون انت، قال لي لا انا مخدم هنا في لومباساد تاع اسرائيل. قال لي واش تسحق هنا، قلت له لا انا خدمت واحد الشغل في لومباساد تاع غانا. قال لي اوكي،
قال لي بصح علاه قعدت هنا؟ قلت له ماشي شغلك، هذا تاع طريق. قال لي لا لا راك قريب، هي طريق. جبتها هذيك واحد 10 دقائق راني نستنى الطاكسي معاه. هضرنا على واحد الاشياء باش تشوف ثقافة تاعهم. باركيت الفوق، جا عندي واحد باركيت ثم حبست ثم، وجا عندي زوج قال لي لا لا مازال مش هكذا. وكاين لابوليس بعيد هكذا، لان كاين لابوليس تاع كاع لي زومباسات شفتوه. دونك هما على 200 متر وجاو عندي ديجا. قال لي واش دير هنا؟ لان طريق خاليه، الا عندك شغل في بيرو واحد اخر دخل. انا كنت قاعد برا، قصه واحده اخرى هذيك. ومن بعد سلكت هيتو، هضرنا ان بون مومون. قال لي وي الجيريا نتاعك؟ قلت له الجيريا من هنا. قال لي حنايا اي واحد يباركي هنايا، بورتو ماشي الباركي هذا قريب لغانا اكثر من هما، بس حيجيو عندك ما يخافوا دير حاجه. دونك التفكير. لومباساد مثلا تاع الجزائر في امريكا هي في ان كارتي ريزيدونسيال. دونك كاين لومباساد هنايا، ومن الجهه هذه كاين ديور. دونك لا اوتور هذيك تاع الديور ولا اوتور تاع لومباساد سي لا مام. صافي دير هذوك الديور هذوك، جو سوي سور هذوك الديور اون فاس تاع لومباساد هذه 1000% تاع الصهيون. 1000% 1000% تاع الصهيون يشوفوا شكون خرج شكون دخل. لان لومباساد تاع الصهيون ولا تاع المغرب ايتو سي تان كارتي تاع لي زومباساد. بصح الكارتي هذاك تاع لومباساد الجيريان هنايا لومباساد في طريق هذه عندك ديور كاع لا سيري هذيك تاع الديور. انا جو سوي سور 100% 1000% هذوك لي دو باتيمون اون فاس تاع لومباساد. لومباساد هذاك سور اما يعسو وتشوف من الطاقه ولا يعسو واش شكون دخل شكون خرج ديريكتومون لا ميم اوتور تاع البيرو هذاك تاع سميتو تاع لومباسادور. دونك مم باش تحط لومباساد تاعك، باش تحط الكونسولات تاعك، ما كاش اون ايتود والو. الكونسولا راه من اللور، الكونسولا ما كاش بزاف السكنه تما، مي لومباساد لان هي نفس كان شارع منا وشارع منا يتلاقاو لومباساد والكونسولا في لافيروندا هذيك وين كاين البارك. مي لومباساد ديريكتومون راهي جايه مع السكنه، والكونسولا راه جاي مع الطريق. اي حاجه تصرى جون سوي سيور لو كان يديروا يشوفوا هذاك التقان هذوك جون سوي سيور يكونوا عسينهم 100%. ايماجين لومباساد دالجيري في امريكا، اي واحد يدخل يخرج يفوطيوه يشوفوه. دونك ايماجين ما كاش كيما نقولوا لازم تخمم. لومباساد تاع لاشين ما عندهاش اي جيران. لومباساد تاع لاشين واحد البيلدينغ كبير هكذا وعندها حيوط امبوسيبل تشوف واش كاين داخل. لومباساد تاع الجيري راهي في الطريق، البيلدينغ هذاك راه في الطريق يمشيو الغاشيتو. لومباساد تاع الجيري راهي في الكورنر وعندها محكومه امبوسيبل تشوف واش كاين تما. لومباساد تاع المغرب راهي قصر كما قلت لكم. لومباساد تاع لاشين راهي دايرة بها هكذا صور شغل تحكمين كاع طريق من الجهة هادي من الجهة هادي من الجهة هادي. ما كاش جيران ما كان والو، اي حاجة تصرى داخل
باتيمون كبير، ما على بالكش واش صاري تما. الناس اللي تخمم على الانفورماسيون لا سيكوريتي تو. دونك ما من الناس اللي شراو ولا كراو ثم عيانين، لان انت تخمم باش ما اللي مثلا ساكن الفوق هكذا يفيلمي كاع واش كاين في لاكور هذيك اللي الطوموبيلات يدخلوا يخرجوا. اي واحد يخدم مع لومباسادور ايتو، اي واحد يجي لومباسادور ولا وين يروح لومباسادور، على بالهم كلش. على هذا لازم تخمم، تزيد شويه دراهم تشري لا سيكوريتي لروحك. الناس اللي تخمم البولفار هذاك وين كاين اسرائيل، المغرب، الامارات، مصر، الكويت، البحرين، ايتو هذو كاع ما كاش شكون تما، لا بيرسون. كي تدخل البولفار هذاك تدخل منا تخرج منا كاع باين بلي جيت لومباساد، تحبس تما يجي واحد عندك يهضر معاك. بصح لومباساد تاع الجزائر تقعد تما تقول له راني ساكنه هنا ولا طريق، تقدر تباركي الطوموبيل تاعك كي تو. شوف نتايا اللي يخمم لا سيكوريتي تاعو القدام من كلش، ما على باليش دون دوتر راجيون، مي راني نهضر اون جينيرال. في نيويورك ثاني، في نيويورك سيدي بيزنس كونسولا راه كاين دي بيزنس هكذا. دونك وماشي بعيد من الكونسولا تاع الجزائر في نيويورك، ماشي بعيد من هذاك لي بيجوتري تاع اليهود، البولفار كامل تاع اليهود. دونك لازم نعسو رواحتينا، لان واحد يدير لك كوميرس ولا ابارتمون ولا اي شيء هكذا حساس سامبليتون، بصح هو يعس فيك واش راك دير، واش راك تهضر، واش راك تبعث، وشكون جا عندك. دونك سورتو لي لوبي الجيريان يجيو لومباساد يديروا اجتماعات مع لومباسادور. في الكونترا تاع اللوبي هذاك يجي شاك موا يعطي له البيلون. دونك اللوبيست هذا ميخسروا دراهم على دي زيتونجي، ما يقدروش يستعملوا دراهم هذا يركريتيو دي زالجيريان انتيليجون في امريكان في الاوروبي تو بدراهم هذو، لان اولا دراهم يروحوا لي زالجيريان، ثانيا ما يبانش باللي ستان لوبيست الجيريان. هما واش يشوفوا الالجيري تاعنا واش يشوفوا، يقلوا من مرتبة هذا تاع الجزائري هذاك، يقول لك ما يعرف والو، ما يهضرش، ما يود. على هذا راني نعطيه 10 ملايين دولار بور ان لوبيست امريكا يعرف، مثلا يقول لك يعرف يهضر مع لي بوليتيسيان، يعرف وين يروح. بورتو المعرفه هذيك سي لامام، اي واحد يقدر يديرها بدراهم، لان كي تنفيتي ان سيناتور لوتيل تعطي له دراهم، ماكله شابه تعطي له لي بروماس، هو يعطيك لي بروماس واش يدير لك ايتو. دونك كي يجي ان امريكان يدخل هالتك باين بلي ستان لوبيست ومكتوب ايتو، دونك هما يشوفوه شحال مره دخل لومباساد، شحال مره خرج ايتو. بس حكي يشوفوا واحد الجيريا يدخل يخرج ايتو، شو جزائري ما يقدروش يعسوه دائما. بس وين واحد ما امريكي باين امريكي يدخل كاش ما كاين ايتو، بعد يروحوا لي انا لوبيست لي دوسي تاعو كاع. مثلا عندنا لوبيست هذا ويجري على القضيه الاسرائيليه الفلسطينيه، القضيه الصحراويه، ويجري مثلا على ليكونومي الجيريان، لان كاين البي في هذاك كي تسنيان بي في مع لوبيست يقول لك مثلا واش راني ندير مع لادمينستراسيون تاع ترامب،
ولا مع لي سيناتور مع لي ريبريزونتاتيف اي تو. ومن بعد يقول لك مثلا انايا كاين دوسي القضيه الصحراويه نديرها في لا فيديو واحده.